برنامج المطعم مع الشيف محمد، هنفتحه عشان هناخد، كنا منزلين بوست هنا على الصفحة بتاعتنا ان احنا بنستقبل معاكم بقالنا كتير ما قرناش تطبيقات، فخلينا نشوف. ايوه اهو، ده اكتبي سؤالك والشيف محمد هيجاوب عليه. خلينا نفتح كده الرسائل ونبص على الحاجة. الأستاذة حنان، وانا بطلب حضرتك الساليزون وانت ما بتردش. حاضر الساليزون يا أستاذة هالة، حطيه في المقادير بعد إذن حضرتك. حاضر. الأستاذة ريمو علي بتقول أنا حامل ومحتاجة دعواتكم، يا رب إن شاء الله يقومك بالسلامة يا ست الكل. ما شاء الله، هي ناس كتير عاملة لك قلوب أهيت ولايكات، وأكيد الناس داعية لك من قلبها، ربنا يقومك بالسلامة إن شاء الله. أم السيد، إزيك يا شيخ محمد عامل إيه وأولادها؟ الحمد لله تمام، شكرا لحضرتك جدا يا ست أم سيد. روضة المحبين، شكرا ليك يا فندم، ربنا يحفظك ويسعدك. طيب مين تاني؟ انا ماليش سؤال. الاستاذه كنزي، بس ايه، تدعو لوالدتي. الاستاذه كنزي بتقول تدعو لوالدتي اللي هي اتوفت غفله، لا حول ولا قوه الا بالله، ما كانتش تعبانه بعد موت باباها بشهرين. الله يرحمها، الله يرحمها، ويعني ويجمعوا قبورهم على خير ان شاء الله، وينور قبرهم جميعا رحمة الله عليهم يا أستاذة كنزي. الأستاذة سارة، ازي حضرتك يا شيخ محمد؟ شكرا لحضرتك. صوابع زينب في البيت، لكن عجينة بتطلع مني بتتلم لما اجي اشكلها، لازم بعد ما تقطعها صوابع تسيبيها ترتاح شوية، وبعد ما ترتاح تبدأي تاخديها وتبصميها، وبعد كده تقوم واخداها حطاها على صاج يكون على ظهره، والصاج ده تكون حط عليه سميد بسبوسة زي بيلي رومان كده، تيجي تنزليها على طول في الزيت تتدحرج على طول. تقدري تخزنيها في الفريزر طبعا، وتطلعيها على طول تحطها في الزيت، تمام؟ بالله عليك يا شيخ محمد، عايز افضل نوع عجان. ماشي. طيب يعني ده هنقدر نجاوب عليه، احنا بنتكلم عن اسئله، ما ينفعش اتكلم عن الماركات دلوقتي خالص على الهوا. فين التطبيقات؟ ايوه كده، يعني مش كده بقى. ايوه الايس كريم، الاستاذه مي عامله شويه ايس كريم اهيت فراوله على فانيليا على شوكولاته، تسلم ايدك، واخد القوام بتاعه المظبوط. اصحى للشغل لام حمزه، ام حمزه عامله كيكه ايه؟ هيعجبني فيها حاجه بقى، الاناقه، شياكه وبساطه، بساطه جدا. يعني واحد يقول لي ايه يا عم ده ما فيهاش حاجه، لا هي بالنسبه ليها، بالنسبه للشغل اللي انا شايفه، لا هي معموله، التنسيق الالوان حلو جدا على فكره، والبساطه اللي فيها حلوه. فتسلم ايدك. اوعى الفراشه، الفراشه اهيت، بص الفراشه ما شاء الله، ايه الحلاوه دي، كنا عاملينها هنا في البرنامج. والله تسلم ايديكم يا جماعه بامانه. يعني في حد عامل تطبيقات تانية؟ حلواني الحاج محمد ومحمود، حلواني الحاج ده اسم الصفحه يعني. لا الحاج محمد ومحمود عاملين شغل، تسلم ايديكم، شوكليت كيك محترمه. شيف محمد، انا من ليبيا، اشد المعجبين. استاذ سما عبده، بس المشكله دايما بتابع فيك، لكن المشكله في الكهرباء بتنقطع علينا. لو سمحت اعاده حلقه يوم الثلاث امتى؟ الحلقات كلها يا فندم بتاعت الاسبوع بنختار حلقتين اتنين، وان شاء الله نعيد لك حلقه الثلاث يوم الجمعه. طيب اخر تطبيق، ايمان بتقول لي بنت عيد ميلادها النهارده، قول لها كل سنه وهي طيبه. كل سنه وهي طيبه. انا اطفال عسل والله. تطبيق تاني، اخر حاجه بقى نختم بها وختامه، مسك الاستاذه اسراء حسن عمايل، ايه ده يا شيخ محمد؟ الله عليك. لا بقول لكم ايه، ده الورد ده على فكره مش طبيعي، ده الورد ده عاملاه بكيس الكريمه، فاللي انت تقطعيه وتطلعيه بالشكل اللي انت شايفاه ده، والتقطيع يبقى بالمنظر ده، ده حاجه طبعا تسلم ايدك عليها. وهنختم بيها استاذه اسراء، وبقول لك تسلم ايدك.